وموقف آخر لرأس الحسين عليه السلام، موقف آخر في يوم غد حينما يعاد الرأس الشريف، وغدا زيارة مرد الرؤوس الشريفة. موقف آخر، لازلنا في رحلتنا مع هذا الرأس المقدس. موقف آخر للحسين عليه السلام في يوم غد حينما يعاد بالرأس من الشام، وحينما يدفن في نفس الموضع الذي دفن فيه الجسد الشريف، حينما يلحق بالجسد المقدس وقد لاقى ما لاقى هذا الرأس الشريف أكثر مما لاقى الجسد المقدس. وموضع آخر لرأس الحسين عليه السلام حينما حفر المتوكل قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من 20 سنة يحفر قبر أبي عبد الله، والمياه تدور حول القبر الشريف أكثر من 20 سنة. وهذه الإهانة، إهانة للجسد وإهانة للرأس المقدس. وموقف آخر من مواقف رأس الحسين حينما هجم الوهابيون على ضريح أبي عبد الله، وحينما كسروا الضريح، وحينما ربطوا الخيول تدوس على قبر الحسين عليه السلام، هم لم يتمكنوا أن يدوسوا صدره، ما وفقوا لذلك التوفيق لعنة الله عليهم، فداسوا القبر الشريف، ربطوا الخيول في داخل الحضرة المقدسة، وجعلوا من قبر الإمام الحسين مطبخا يطبخ فيه الطعام لهم ولجلاوزتهم لعنة الله عليهم. هذا موقف أهين فيه جسد الحسين وأهين فيه رأس الحسين. وموقف آخر أيضا قبل شهور حينما تساقطت القنابل والقذائف على قبر الحسين